شفتك ولا عودي كمان قلبي معك يا مشغل البال مرتاح يلي تدور ما تلاقي داعي انا جاب علي بس اتصلتني بالمستشفى شغلت محمود شو هي اكيد شي احنا فيها عطلاني اروح اجيب المعلم يصلحها قبل ما تطوف الشقه في ناس مش هي نقطه المي ما قطيت مي انا بقول لحي ما قطيت مي طيب قلت لك عنها شايف نعيمه مع انه كل يوم عم يوصلنا بالتلفزيون هي اكيد فواشه البراميل عطلانه والعمل يا نور عيني بدك يا فواشه افتح لي هالباب لما بس انا ما معي مفتاح وهذا البيت مو بيتي بيت مو بيتها لا لا يا السلام عليكم شيء طول بالك نص ساعه عم يجونا اصلا مصايب بسيطه 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 بابا نخلع الباب خلع لا حبيبي لا لك انا ما بخلع شيء دقيقه اذا بدك تخلع اخلع بخلع لا حبيبي اخلع دقيقه واحده ثبت هون الله يرضى عليك انتظرني هون لشوف جارنا جميل يا فندي يا كريم مرحبا جار احلالك يا ابو تحسين شلونك الحمد لله من زمان بدي اسالك ليش بينادوا لك ابو تحسين وانت ما عندك غير امجد واغيار انا من وقت ما ولدت انه بينادوا لي ابو تحسين تحسين حاصل يعني خير يجيك يا نور عيني مثل ما بتعرف ام محمود بالمستشفى الله يعافيها وانا طالع من شوي شفت المي عم تسرح طلع من تحت باب شقتها شوف شوف غريبة قبل شوي مرقنا من هون ما كان في شيء ايه لذلك انا رحت جبت الدكتور مشان اعرف العطل منين ونصلحه واللي بدنا اياه منك يا نور عيني انك توقف معنا ونحن عم نخلع الباب لا حبيبي لا هي ام محمود ما بينعلق معها لا بوقف السلام عليكم لكان لحظة وقف يا عم وقف جميل افندي هلا المي بتطوف بتفوت على شقتكم مظبوط ماشي يا اخي خلعوا انا واقف اعطيني هذا المفك شوف ناولني هذا المفك الكبير اكبر مفك لا يا عمي شو بدك بالمفك صار اختصاصي انا تعال معي لهلا يا جماعة تعال تحسين اعطيني كتفك هاي كتفي يلا سوا جاهز جاهز واحد اثنين ثلاثة فتح هوني يلا تفضل جميل افندي شرف هلا بدنا نوجب بعض ما تفضل المي جاي من المطبخ شايف جميل افندي شايف انا بعرف مين جاي ايه فضل 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 مثل ما شخصت وتوقعت هاي الفواشة عطلانة شفت جميل افندي شفت انا بعرف مين جاي احسن معلم بالصايع فهد ابو نقطة بيلحق النقطة جايب معك عمي فواشة جديدة؟ لكن لكن معي فواشة بالشنطة اطلع ركبها وركزها منيح الله يرضى عليك مو تعمل على راسي؟ يا الله يا رب يا الله طالما ما عنده محل منين كايشو؟ بيوقف تحت الجسر يعني شنطاي في بقلبها رنش شوية تعدي ايه؟ معلم راكز شو صار معك عمي؟ شغلتها معدتة يلا جاية عشوفها ايه شوفها تحسين؟ شي كيس زبالة زكاتها لشو كيس زبالة يا نور عيني؟ في شوية ترشيح جنب البرميل بدي أحطهم وحطهم بالكيس إيه الله يجزيك الخير ويرضى عليك جميل أفندي منين بدي أدبر له كيس زبالة؟ ما بعرف شوف بينا بلي محمود بالعادة بالدحوش هون وهون شوف أنا مرة لامح كيس زبالة هون إيه لامح ماشي ها وأنت السارق هي كيس منيح على عمي؟ يا أكبر 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 أكبر؟ ايه ندور له على الاكل هاي واحد اهلين جميل عمري اهلين سهلين في حدا عمي؟ ايه هاتي يا لطيف يا ام محمود قديش ابو تحسين كان قلقان عليكي ما ارتاح غير لما شافك طالعه من غرفه انعاش بخير وسلامه بدي نام انا ام تحسين بس فوزيك بدي نام شو صار معك يا اخ عدمنا طولت مش الحال مش الحال مش الحال بس الساعه عم تزرزب هي مين عم تصفي لحالها هلا بتخلص السلام عليكم لك وين رايح ما بدك تاخذ اجار دس المفصل شو بتعرفه بعرفه نور عيني بعرفه خلص تاخذ له اجرته لمطرح ما بيوقف والعدة اللي نسيها فوق كمان تاخذ له اياها لك اخي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم شباب هالايام مدري ليش مستعجلين يا جميل افندي لروح اخذ له عدته مطرح ما بيوقف تحت الجسر يا كريم خايف اندب
عليك يا ابو تحسين. عوافي يا رب فقتي؟ فقت لكن ما فقت، شلون شايفه مو فايقه انا؟ ام محمود؟ نعم. قديش العمليه كلفت؟ انا عمليه؟ العمليه اللي عملتيها؟ ما بعرف لسه ما قالوا لي. ليش لسه ما دفعتي الاجره؟ سفقوا مني سلفه 300,000. عظيم، كثير منيح. كثير منيح، فرحانه لانه سفقوا مني سلفه 300,000. يضربوا انه وهالانسانيه، هالانسانيين هن ما رضيوا يدخلوني على المستشفى الا لسفقوا 300,000 سلفه. قال لسه ما بعرف لك مالي قديش. قال شو خافوا صيف انا تحت العمليه. من هالناحيه ما معهم حق، منه العين تطرقهم، بس انا فرحانه لانك قدرتي تدبري المصاري. اكيد ابنك اللي بغرفك كان بعث لك اياهم هيك. دبين شلون بده يبعث لي اذا انا ما قلت له عن العمليه؟ ليش ما خبرتيه؟ ما بدي اقلقه مشان ما يترك لي خرفك كان ويجي، قلت بعدين اقول له. لكان منين دبرتي المصاري؟ الله ما بيقطع، دينته. ومنين بدك توفيه؟ لما بخبر ابني على خرفك كان بقول له يبعث لي حق العمليه. طب وقت بدك تخبريه؟ لا اطلع من المستشفى، مالك شايفتيني هون، انا بعدين بحكي معه. طب ما قال لك الدكتور انت ممكن تطلع من المستشفى؟ نايم تحسين شبك ولا عيي، لعيتي لي القلب شيتي، خلصنا بدينا متعبت انا، تروحياتي شو دبيك؟ هالمرة شكيتها بالكيس. كل مرة ابي شكيها بالكيس بدون ما تشكيها باللحظة، روحي. يلا. مرحبا فوزية. مرحبا يا نور عيني. اهلين ابو تحسين. كيفك ام محمود؟ ان شاء الله هلا احسن. منيحة، كنت بالبيت انت؟ ايه هي جيتي من البناية. لا يا ريتني قلت لك تشق لي على شقتي، ليكون حدا فايت وكاسر الباب. لا توصي حريص، الباب مو مكسور كسر، انما مخلوع خلع. قولي مين خلعه؟ اطمني ما حدا غريب، انا اللي خلعته. يخلعه الرقبه شيطك، ليش خلعته؟ مشان نقدر نفوت على الشقه. وانت ليش تنضرب على قلبك وتفوت على الشقه؟ شو لك شغل اصلا بالشقه؟ هذا يا ستي وانا طالع على البنايه شفت المي عم تسرح وتمرح من تحت باب شقتي. قولي. عملت حالي ورحت لعند معلم الصحيه لعند مصدبه فهد ابو نقطه، جبته واجيت وخلعنا الباب، طلعت الشغله بسيطه بسيطه كثير، فوشت البرميله اللي على السقيفه منزوعه، فهد صلحها وراح، وتصوري ما اخذ مصاري. قولي 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 ليش قامت بأربعتها من التخت بس بدها تروح على البيت؟ أكيد حاطة الملايين ببرميل السقيفة. ولي بس ما يكونوا انسرقوا، صار لي 10 أيام عم اتعذب معها مشان تدين لي 50,000. هلا إذا انسرقوا بروح تعبي كله بوش. برميل فواشة مصاري برميل أم محمود مصاري محمود تحسين تحسين وينها بتحسين؟ أول طمنيني المصاري بعتيهم لابنك اللي بخرفة كان ولا بالبرميل؟ أو ليه انسرقوا؟ لا 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 إن شاء الله لا إن شاء الله لا. أنت حسين رح جيبي لي أوعية من الخزانة هون. شوفي أنت حسين إذا بدك ياني دينك 50,000 ليرة بتهربيني من المستشفى، ما تخلي حدا يشوفني، روحي جيبي لي الأوعية. أوهام حسرك أوهام أنت حسين. بعدي عني محمود، على مهلك عشان قلبك ما بيسوى. بلا قلبي بلا بطيخه، بس قلبي كان على هل على وقتك يا قلبي، هلا على نفسي. محمود دخيلك بعديني خليني اطلع بهالك محمود. قولي ما تطلعي بدالي، روحي هيك دبي بدك تطلعي على السلم. دبي انا بحياتي ما شفت وحده دبي بدها تطلع على السلم، وين سلم سلم جوزك دب اكثر منك ما حواكي. قولي قولي ام محمود طمنيني المصاري بمحلهم. طمني انت حسين، بح راح المصاري. روحي نادي لي لجوزك،
جيبي لي هالدب وتعالي. حاضر. قولي 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 يا حادي الركبي سلم لي على خور مكاني طول السلمي ما وسعني ولا نسع جناني. قولي قولي كأني سمعت شيء. أنا ما سمعت شيء. طيب وطي التلفزيون لنسمع. ما رح وطي. أوه راحوا مصاري أولي أولي. أوه واحتجت لخور فكاني أولي أولي. أوه ورح يطلع جناني أولي أولي أولي. أوه شو حلوين نصيصان وشو حلوين نصيصان. يقفشوني عصي. قولي الحرامي سرق لي ملاييني. قولي 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 ودق تك 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 دق تك تك شو حلوين صيصاني. قولي قولي راحوا قصري. قولي 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 راحوا قصري. ما تهنيت فيهم. تهنيتي الكذبة. ما تهنيتي. اتروحي قدر الهي على الغلط. شو ليه طفيت التلفزيون؟ شباب هذا صوت ام محمود. عال والله كمان عم تتخيل صوت ام محمود وهي غايبه لتكون سدات اني جوزك اياها. لحظه انا اكيد صوت ام محمود. بس ام محمود بالمستشفى. بجوز طلعت وما عندك خبر. لوين رايح؟ اخذني معك. ام محمود وينك؟ ام محمود هون انا. لك شو عم تعملي انت؟ قاعدة على كتف بردة عم شم الهواء. جميل اكلت هواء. الحرامي سرق لي مصاري خلاني عالجن. روح اتصل لي بالشرطة بركي بتلحقوا قبل ما يطلع برات البلد. جميل صايرة موضة بيسهروا هلا ويروحوا برات البلد انه يلحقوا. ما عم يلحقوا هوام ابن عمي. طيب بنزلك بالاول بعدين بتصل بالشرطة. لا اتركني هون وخبر روح الشرطة بسرعة. يا بيتي يا بويتاتي طاروا اليوم مصرياتي. لا يا بيتي يا بويتاتي طاروا اليوم مصرياتي. يا بيتي يا بويتاتي طاروا فيك المصاري. اولي اولي. الو 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 شرطة. الو قولي هلا بتفضحني. هلا اتصل من عندي بتشوف لي الشرطة. الي الو 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 محمود حبيبتي دولي بارك حبيبتي. يلا تعي انزلي هلا بكونوا كبشونا الحرامي. ماني نازله انا ماني. لا محمود بدك تنزلي ما بدك تشوفي الحرامي وتاخذي مصرياتك. بلا يلا محمود تعالي حبيبتي. يلا يا حبيبتي يلا. قصيصه شو حلوين عميتوا روحه ولا امهم مبسوطين. قصيصه قهوه شو حلوين العوده. انا حبيبتي طولي بالك عندي. قصيصه شو حلوين محمود طولي بالك حبيبتي. اوعى توعي محمود شوي شوي طولي. ايه حبيبتي ايه انا حبيبتي. يلا يا حبيبتي يا سوسة انتي يا سوسة تعالي تعالي انا يلا حبيبتي معلش معلش يا محمود طولي بالك يا حبيبتي يا محمود اخ يا ماما اخ يا ماما يلا حبيبتي يلا دادي شرطة بطة دادي. جميل خبرت الشرطة. خبرتهم. ليش ما اجوا لهلا؟ ايه ما حلوا يوصلوا. روح جيبهم سيارتك بجوا سيارتهم معطلة او ما فيها بنزين. ايه لا تخافي عندهم سيارات خيرة. ايه طولي بالك ام محمود وهدي واحكي لي القصة من اولها لاخرتها يعني من طقطق لسلام عليكم. وينه وينه جوزك يا دبة ليش ما اجى معي؟ شو اسمه خبرته بالقصة عم راح يدور على العامل اللي اجى يبدل الفواشة. يعني ضروري جوزك يعمل لي فيها شام ويجيب واحد بدل الفواشة. المي ميطي والفواشة فواشتي. خلي المي تسرح وتمرح والقلب يفرح. هو شو دخله اصلا لحتى يدفع الفاتورة؟ المي ميطي والفاتورة فاتورتي. شيتي الفاتورة. نقطة مي خربت حي. نقطة مي خربت حي. طولي بالك ام محمود هلا ابو تحسين بنكشلك اياه من تحت الارض. يعني وين بده يروح؟ وين بده يروح؟ واحد صفقه 3 ملايين وين بده يروح؟ بيعرف وين بده يروح؟ بيطير يا طيره طيري يا حمامه.
جميل انا ماني فهماني شي، فهموني شو النقطة؟ تعال افهمك. اللي فواش اصلي هلا فهمت شو القصة. وانا مثل الاجدة قال بده كيس زبالة كبير فيه حاطة، قال بده يلم هنا واعطاه كيس صغيرة بتحسي ما بدك كيس كبير حاطة ولا كيس صغير حبان صغير انا بحسن له ما بدك تكجر طبعا اخذ الحدة اللي سيها فوق انا بفكر علي بدك تطلع فيه 3 ملايين. رفقاته اللي بيقعدوا وياهم تحت الجسر قالوا لي سافر على حوش فكان. حوش فكان؟ خور فكان يا دب، خور فكان يلي قبلها دبق وبعدها كلبة يلي جنب الفجيرة وهي اللي سببت لي الجنان. خور فكان ما بتسمع الغنية شو بتقول؟ يا حادي يا ركبي سلم لي على خور فكاني وهلأ طلع جناني. سلم لي على خور فكاني وام. أنا ما دخلني، هو اللي بعرفني جايب هلأ. محمود أنا طولي بالك يا محمود، طولي بالك محمود، هدي يا محمود، هدي هدي محمود. حنونة المعبود. أنا المعبود. أنا جنيت يا أنا من زمان المعبود. أم تحسين يا أم تحسين يا الله ألف أولى الجمال ولا أولى الله يرحمه. إن شاء الله بخلص منها لأم تحسين. حلوة بخلص منها لأم تحسين. طاروا المصاري، طاروا المصاري، إجا العصفور حملهم بمنهار وحطهم بخرج حماره. هاي حماري ها سبقوك الحامي. نتع لا تنتع لا تنتع ولا هلا بروح انا على الغابه بيجي العصفور بيفتح من قارو مشان ياكل بيسدوا المصاري بسناولهم. انا تروحي معي على الغابه ام تحسين. فكروا روحوا ما جاوبتيني ام تحسين. روحي معي على الغابه. ايه بكره بنروح محمود بكره. مالي رايحه معك انا ام تحسين على الغابه. أنا بعرف نواياكي، بدك تقتليني هنيك وتاخذي المصاري مشان تفتحي دكانة لجوزك الدب اللي مثل حكايتك. أنا كل كلام ما بينا يتغير بالكلام، أنا عايزة نردي حالا يا أما الخصام. النوم نعم تروحي معي أنت حبيبتي على الغابة. إيه بروح. أنت لأنه حنونة حبيبتي. أنت بعمود عندك بارودة؟ عندي. عندك فرد؟ عندي. عندك جفت؟ عندي. حبيبتي كلاشينكو؟ عندي. عندك رصاص؟ عندي. أول لعية يوم يجيبيهم بقى. ليش بدك يا أم محمود؟ بدنا نروح على الغابة. احنا من قوس الوحوش وقت يهجموا علينا. بتخاف على حالنا أنا وياكي مو مثل الدبة ما بتخاف على حالها. مضبوط. أنا يا حبيبتي رايحة مشوار أنا. بس لا تطولي. روحي معي. لوين رايحة؟ مشوار حلو. ما بقدر. ليك الموتوسيكل انت اطلعي اطلعي اركبي لك ركبه. بدي احرس لك البيت ام محمود. يلي بدك اياه. ديري بالك على حالك ام محمود. حاضر. ما عم يشتغل قوي. لا هذا الاشطمان. مع حق الجن 3 ملايين مو قلال بنوب. اي والله انا اذا رحت 3000 بتنعقلي. شلون هي؟ الله يصبرها يا رب من غير ما ينسرق لك. اه لا سلامتك.